البداية من الدوري السوري لكرة القدم التابع للنظام، وتحديدا مباراة جمعت بين ناديي الاتحاد والشرطة، حيث ظهرت بعض الجماهير المجتمعة خارج الملعب على أسطح المنازل تهتف وتشجع، غير مكترثة بقوانين الاتحاد الآسيوي الذي منع حضور الجماهير خوفا من تداعيات فيروس كورونا. نتابع هذا الفيديو المتداول بكثرة آخر 24 ساعة على وسائل التواصل وناوت. وهي في كرة لسامر سالم داخل منطقة الجزاء، بيحاور اللاعب وعم بيسدد ولكن أوسيبي سدد، هدف هدف الأول للاعب أحمد الأحمد. معليش عم بتسجل الهدف بالدقيقة 16 من عمر المباراة. إذن الهدف وهي في كرة لسامر سالم داخل منطقة الجزاء، بيحاور اللاعب وعم بيسدد ولكن أوسيبي سدد، هدف هدف الأول للاعب أحمد الأحمد. معليش عم بتسجل الهدف بالدقيقة 16 من عمر المباراة. طبعا كما شاهدنا في هذا المقطع المصور الحشود الجماهيرية الغفيرة المتواجدة طبعا على أسطح المنازل. طبعا هذا الفيديو لاقى سخرية واسعة كما سبق وتحدثنا على منصات وسائل التواصل الاجتماعي. رصدنا بعض هذه التعليقات لكم مشاهدينا. بداية نأخذ تعليق أحمد، يقول الجماهير الألمانية زعلانة وعم تلطم بعد مشاهدة الدوري السوري. طبعا يشير أحمد إلى الدوري الألماني الذي استؤنف من دون جمهور، وطبعا حال الجماهير الألمانية هي زعلانة حاليا لأنه ما فينا تحضر الدوري الألماني. رامز، خلينا نشوف تعليق رامز جبران عم يقول: هل تعلم أن صاحب البيت طالع يومية وقدر 25 ألف ليرة سورية لاستضافة هذه المباراة؟ والله شكلك لا تعلم. يعني تعليقات ساخرة طبعا. ناخذ تعليق لميشيل عم يقول: يا حرام بالدوري الألماني ما عندهم أساطيح. طبعا في إشارة وتهكم لهذا الموضوع. آخر تعليق معنا لأحمد عم يقول: الرجاء من الكورونا الالتزام بالحجر الصحي. يعني إذا الجماهير ما التزمت خلي الكورونا تلتزم بالحجر الصحي.